من ماليزيا إلى العراق، الشجن العراقي هو الأكثر تأثيراً على النفس. تلك البحة العذبة والحرقة في الأداء والخوض في بحار الوجد إلى أعمق الأعماق بمقامات متفردة تشعرك بمدى عراقة وقدم هذه الفنون على أرض الحضارات وبلاد الرافدين، وتشعرنا تلك الإيقاعات المركبة الفريدة برتم من نوع خاص يطبع بصمته بكل وضوح على جبين الزمن، أن العراق باق في الوجدان مهما عصفت به الأيام، ولا يحيد أهله عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماعا طيبا، تفضل. يا عيني يا عيني يا عيني يا يابا، يا يابا يا يابا يا يابا، كل مين يحب محمد يصلي على محمد. محمد نور دلالي والعيون، والعيون والعيون. اي والله يا يابا والعيون والعيون، يا يابا يا يابا. محمد نور دلالي والعيون، ومن جود البحر ومن جود البحر يكرام العيون. اي والله يا يابا يا الحبيب يا يابا، سعيد اللي شاف، سعيد اللي شاف حضرتهم بالعيون، يشوف رياضهم ويشم الطياب. يا يابا يا يابا يا يابا، كل مين يحب محمد يصلي على محمد. حبي للنبي للنبي والآل، حبي للنبي والآل والصحب، يحييني يحييني برحلة شجن شرق وغرب توديني، واللي يسمع مني المدح يلبيني ويسمعني الصلاة على رسول الله. يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا رسول الله، بدر المدينة بدر المدينة، عيني يا حبيب الروح تشفع فينا تشفع فينا. قولوا يا رسول الله، بدر المدينة تشفع فينا. يا رسول الله، بدر المدينة
تشفع فينا يا حبيب الروح داوي للجروح قلبي المذبوح كله قروح ودم المسفوح فمتى روح فمتى بطول الأيام حاشا يهضم من بك قد هام من بك قد هام روحي فأنت الأمان نورك يهدينا نورك يهدينا عينتني يا رسول وأنت المنصور من رب غفور من رب غفور عيني اشفع للمقهور وكن ضامنا وكن ضامنا قولوا يا رسول الله تشفع فينا طبت الأرواح صفت الأشباح عمت الأفراح زلت الأتراح درت الأبداع فاسقينا ذا الراح فاسقينا ذا الراح وعبد الفتاح جاء مسكينك جاء مسكينك قولوا يا رسول الله بدر المدينة بدر المدينة يا حبيب الروح تشفع فيها تشفع فيها